ملصقة بعد النجاح. الله المستعان. بعض الناس يستدل بجواز موالاة النصارى والاستعانة بهم في أمورهم بأن يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية ويعيش بيت واحد على سقف واحد ويمارس حقوقه الزوجية في مرضى ذلك. طبعا كم ده في نظر الحكم الشرعي أنه يجوز الزواج من النصرانية، ده الحكم الشرعي، ولكن الفتوى لا يجوز الزواج من النصرانية. سبب سقوط الأندلس الزواج من النصرانيات. وطبعا يعني أنا قارئ تاريخ الأندلس بدقة، التاريخ الأندلسي السبب الذي به سقطت إسلام في دولة الأندلس الزواج من النصرانيات. الزواج من النصرانيات لما كنت نصرانية وعلى دينها، الابن بيطلع متأثر بمين؟ بأمه، لأن معظم الرجالة خارج البيوت بيشتغلوا ويتعبوا وبيعرقوا ما إلى ذلك، يبقى مين اللي بيخاطر أكثر؟ الأم. ولذلك تجد الأولاد كثيرا ما يتأثرون بالأخوال أكثر من الأعمام. الناس المتجوزين عندهم أولاد يقول لك الكلام ده، أنا بشعر أن أولادي بيتأثروا بإخوالهم أكثر من أعمامهم. ليه؟ لأن الإخوال دهسين البيت، والأم بتربي الأولاد على حب مين؟ إخواله. يعني لو العم جاب له حصان لعبة وخاله جاب له كزوزاية، الأم إيه؟ تقول أنت عارف الكزوزة ديت؟ خاله جابها لك وكل يوم طلعها له، هو اللي خاله الواد يطلع متعلق بمين؟ بخاله. أنت لما تقول لمراتك يلا نروح نزور أخويا، تقول لك طيب النهارده تعبان، طب في مغص، طب خليها لبكره، طب ما خليها، طب تعالى نروح نزور امك وعيلتك، ثم اي مجاري. فالاولاد يرتبطون بالاخوال اكثر منين؟ من الاعمام. دي مساله موجوده ومعروفه يعني. طيب لما تقوم تكون بقى الام دي نصرانيه، لما كنت الام دي نصرانيه، ايه اللي بيحصل؟ بيتاثر الولد باخواله، فكرهه للنصارى وبغضه للنصارى وشدته على النصارى بتقل. طب تصور بقى لو ان الامير المسلم ده امه نصراني وكان ابوه بيجاهد في سبيل الله وحافظ طهور الاسلام وقوه بيخافها النصارى، لما يموت الاب القوي ده هيتولى الامر بعده مين؟ ابنه اللي اخواله نصارى. ايه اللي بيحصل؟ يا ترى هل شدته هتكون على النصارى شده ابوه؟ لا، بيبدأ الأمر يرتخي ويهون. طيب ده الجيل الأول، الجيل الأول اللي هم أخوالهم نصارى بيبقى عنده ارتخاء وضعف. طب ابنه بقى اللي بيحصل بيكون أكثر منه ضعفا. طب ابنه الثالث أكثر ضعفا، لغاية لما يأتي اليوم اللي النصارى يركبوا فيه ديار الإسلام دون أن يدفعهم أحد. ده اللي حصل في الأندلس بالضبط. كثير جدا من اللي بيروحهم ياخدوا بعثات من الخارج، البنات الأجنبيات بيحاولوا هم يتزوجوهم. يعني دلوقتي مش الراجل بيتجوز الواحدة، لا تهي اللي تروح تتزوجه، وهذا مخطط واسع. فأقول بأن بنات المسلمات هن الأولى. احنا عندنا 7 بنات قصاد جوزين رجال، يعني جوزين رجال قصادهم 7 بنات، يعني هيحصل عندنا أزمة جبارة في النساء، أزمة جبارة جدا. لو كل واحد أخذ واحدة هيبقى عندنا 5 بنات مش هيتجوزوا، 5 بنات مش هيتجوزوا. طب لو قلت لك بان البنت بتتجوز قبل الولد، يعني عندها 18 سنه تتجوز، ولو كسرت ال 23 سنه من غير ما تتجوز ده مصيبه كارثه، مين يروح يتجوز؟ يبقى معنى ذلك ان في هناك اعداد متراكمه للبنات، في مقابل ان الاولاد سنهم بيتاخر عند الزواج. لغايه ما يخلص الجامعه 22 سنه يخلص الجامعه يخش الجيش، بعد كده يروح بقى يشتغل، فبيتجوزش الا قرب ال 30، 28 29 30 سنه. البنت بتتجوز من 18 19 20 بكتير 21 22 23 سنه. هناك فارق في السن الزواج، ده بيؤدي الى ماذا؟ ان العدد بيتضاعف، بدل 7 لـ2 ممكن يوصل لكام؟ ل 10 و11 لـ2. دي معناها ايه؟ إن هناك كساد في سوق الزواج الإسلامي. كساد. إن في هناك معروض كتير جدا من البنات والمتقدم قليل جدا. طب البنات دول يعملهم إيه؟ مع حاجة من الحاجات الآتية: إما يعيشوا عوانس لغاية لما يصلوا إلى سن اليأس، وعند ذلك يكونوا طاقات في المجتمع، طاقات
مهيضة مدمرة، وإما إن هي تتاجر بفرجها. ما هي كده بقى، ما هي لها حظ في الرجال برضه، فيحدث هناك فشو الزنا والفحشاء. دي مسألة خطرة جدا وينبغي للناس أن تفكر في هذا الأمر. فبدل ما تتجوز بالمراسلة، في دلوقتي تزوج بالمراسلة، لا، تزوج المسلمة الدينة الفاضلة. إيه المانع؟ حصل بينك وبين زوجتك فرق وكره، خلاص ما تطلقهاش، تزوج مرأة ثانية وثالثة وربك يغنيك من فضله. لكن لا تطلق، انت لما تطلق هتزود السوق بتاع الواقفات. فانتبه لهذا المعنى. انا لا احرم الطلاق، الطلاق حلال ومباح، ولكن ربنا عز وجل اباح شيئا اخر. ما تسيبها تربي العيال، ما تسيبها، خذ فيها اجر وصدقه، ولك في الامر متسع باذن الله تعالى.